عسلامة. عسلامة. مرحبا بيك. بيك يا عايشة. خلينا نتعرفوا عليك. ريان مسدح حسين. مرحبا بيك ريان. ريان، ما حبيت تحكي لنا على أهدافك المستقبلية؟ أهدافي المستقبلية حرقة، ما عنديش أهداف أخرى بار الحرقة بار الهجرة. وقتاش بديت هكا بديت تخمم في الهجرة؟ ملي بديت نفيق لي أنا متكعبرت لي في بلادي. علاش؟ فماش بلاد مش متكعبرت له، تولدت في تونس. أيه، برشا عبيد فضلت انها تقعد في تونس ولقات روحها تنجم تنجحوني. ما عندوش مخ هذا والله. علاش؟ ما عندوش مخ، تحب تعمل فلوس برا احرق هاجر، تخدم العنايه ب20,000 غاديك حتى باش يقول لك تمشي تتمرمد، على الاقل نتمرمد غادي مش متوش فاي، تمرمد غادي ولا نتمرمد لهنا، انا هكا متمرمد هكا متمرمد. شنو هو الفرق في التمرميد هوني والا غادي؟ غاديك ما يشمتوش لأن حتى ولد عمك يشمت فيك، خوك يشمت فيك، غاديك أخوي ما يشمتوش، ندزوا معاك. هما برشا ناس وصلت ودزوا معاه وعملت فلوس والحمد لله، وأنا نحن باش نخلطوا عليهم قدرة رب. احنا ماناش ضد الهجرة، معناها في إطار قانوني، لكن بيان سور ما نجموش نشجعوك على هجرة في إطار غير شرعي. بالله سامحني، معناها هجرة بتحب في القانون بتكلف لي 30 مليون، عندي 30 مليون علاش باش نحرق؟ كانش عندي 30 مليون علاش باش نهاجر؟ راني قاعد لهنا 30 مليون يعملوا لي برشا حاجات، وقتها نجم نخمم في حاجه في تونس. 30 مليون شوف معناها يقبلوك وشوف ليه زاد مثلا باش نمشي باش نعمل اوراق مش يقبلوك، علاش ماشي وكيفاش ماشي وشنو السبب اللي خلاك تمشي؟ اللي كانش نعرف شنو السبب اللي خلاني نمشي نتحرك. قديش عمرك؟ 19 سنه. مازلت صغير يعني مين با جربت هوني 19 سنه، راني نحكيك تو عمري 19 سنه نخمم في الحرقه ملي عمري 10 سنين، معناها بتقولي صغير 10 سنين مازلت تقرا مازلت تحلم مازلت ما تعرفش شنو باش يصير في المستقبل، علاش تخمم في الحرقه؟ هل فما شكون اثر عليك المحيط مثلا؟ فما ولاد حومتك حرقوا حاجه هكا؟ هذه كلها حرقت، مش كان ولاد حومتي وانا حتى صغير ونحلم نحلم بالحرق، انا في مخي كان الحرق. علاش؟ المجتمع والعيشه والبلاد خلتنا نخمو كيكا، معناها واحد صغير انت تو جيب طفل صغير من مكتب قول له شنو تحب تعمل يقول لك نحرق. مش الكل والله يا ربي، مش الكل اللي عاش قطن، اما نحن نحكي على حوم الشعبيه او انا مثلا من سيدي حسين، جيب اي واحد من سيدي حسين وقول له شنو تحب تعمل. مش الكل، فما برشا شباب من سيدي حسين ما يخممش. ما يخممش. فما وفما، فما اللي يخمم فما اللي ليه. الأكثريه الأكثريه 90% يخمم 10% ما يخممش، هذاك اللي ما يخممش هذاك عنده بو عنده الفلوس. أما اللي يخمم هذاك تلقاه مريض، أبوه مريض، عنده مشاريع أخرين في راسه، عنده تخطيط آخر في مخه باش يعمله. اللي ما يخممش تلقاه عنده بو مخلي له ثلاثة كراهب. قاري له حسابه معناها. قاري له حسابه، زوز قاوي، زوز زيار، ثلاثة كراهب، يخلي له معناها. أنت لو كان هذوما متوفرين. نبقى. بتبيع باش نبقى. هذا هو اللي حبيت نعرفه، انه ما فماش واحد يعني يحب على الغربه والا يحب يعيش بعيد على عائلته، كان من اجل يعني الخدمه ولا الفلوس ولا باش يكون معناها. الفلوس مش الفلوس، لا يتنجم نلقى هذا الكل ونلقى ظلم في بلادي، عيشه ما تعجبش. تو مثلا نمشي انا من هنا، اول سؤال باش يسالوه لك منين؟ كي تقول لهم سيدي حسين يعيط لك. فهمت؟ يعيط لك يكبش فيك، عليه؟ انا كيف صار معاك موقف هكا؟ صاروا معايا برشا مواقف هكا، صاروا معايا برشا برشا زادة. كي نبدا مثلا عندي اخويا فلوس، انا عندي هذاكم الكل دار وكهرباء، كي نهبط فلوس البيت خويا نتهنت الان، هاي منين سيدي حسين؟ اش تعمل لهنا؟ شنو اش تعمل هنا؟ انت ايش قاعد تعمل؟ معناها اليوم الناس تحكم عليك على الحومه اللي تعيش فيها، شنو المشكل؟ سيدي حسين احنا رانا في سيدي حسين و كل حوم شعبية حي تضامن وحي صهور ملاسي، هوني كل حوم شعبية، هوني كل تتعرض للظلم هذاك راه. وديما فما برشا عباد باهيين زاد في الحوم الشعبية. كلها باهية، مش فما، كلنا باهيين. هو ديما فما الباهي والخايب، سواء في حومة راقية ولا حومة شعبية ولا في أي بلاصة. أكثر بلاصة فيها الباهي الحوم الشعبية، وأكثر بلاصة نتعرضوا للظلم نتعرضوا للقمع على حوم الشعبية. حتى كي باش تروح تو، قد إيه فماش كيران باش ناخذ تاكسي، نوقف تاكسي نقول له سيدي حسين، قولي لي ما فهمتش عليه، وقف تاكسي يقول هو ملاسي، يقول لك ليه؟ علاش؟ ماناش عباد، ما نروحوش معناها وتوقفوا واحد حي النصر يهزك، علاش؟ علاش الظلم هذا؟ ظلم ولا ماهوش ظلم؟
هذا يخليك معناها انا كي نهبط نتوقف بستة سبع مرات يعرضوني، نبدا مثلا عندي والماشي نبدا الرونديفو نتاعي العشرة، نخرج من السبعة خاطر عارف باش نتوقف برشا مرات وباش نهنتل برشا مرات وباش يبدو يدكوا عليا برشا مرات باش نوصل في وقتي. سمعت؟ انا تو نحكي معاك موقفيني اربع مرات. منين سيدي حسين وكمبيوتر درسنية. بخصوص الهجرة وطموحك اللي انت معناها تحب تهاجر، عائلتك في بالهم يعني؟ دي عائلتي يحبوا يعطوني، كان جيت عندهم فلوس يعطوني يقولوا لي هاجر. انا امي ما كان جيت عندها فلوس ولا بابا يعطيني ويقول لي برا امشي. انا لهنا مستقبلي محط هكا ولا هكا. نمشي الغادي وكا. عندك خواتك ولا؟ عندي خواتي وكلها تحب تحرق. عندي خويا معرس يحب يحرق هو ومرته. كلها تحب تحرق. انا كان جيت عندنا فلوس نحرق الكل. نبيعوا الدار ونحرقوا الكل مع بعضنا. هذاك شنو فيروسنا طبعا. هي لهالدرجة معناها مكبش في الحلم هذا. هذه انا ريتيني في حالتي هذه نوصلش 60 سنة انا مش نحرق. كي نعرف روحي باش نعيش نهار بركة غادي، المفيد نعيش نهار غادي ونتوفى انا مش نحرق. هوني انت تلوج على مجتمع مختلف وتحب زعما راني مقيم بالخارج والا بالحق تحب تعمل مستقبلك. نحب نعمل مستقبلي ونحب نعمل فلوس ونحب نعيش كي العباد. مش نعيش في قمع ونعيش في ظلم ونعيش في. أنا كنت في القصرين، بلادي القصرين، عندي واحد من القصرين من بلادي سبيتلة عدى ستة شهور حبس على كلمة أني. علاش؟ أقسم بالله على كلمة أني. شدوه في حماس قالوا له جاي باش تاخذ مخدرات معناها. قال لهم راني أني مانيش من هنا نخدم. على كلمة أني عدى ستة شهور. ظلم ولا مش ظلم؟ قولي ظلم ولا مش ظلم؟ كاينو خطيه اكيد ظلم يعني. ظلم خطيه، السيد عنده حماس غاديك على كلمة أني عدى ستة شهور. حبني أنا نبقى فيها البلاد هذا. كيفاش نبقى فيها؟ ما نجمش نبقى فيها. تشتر ولاد حومتي الكل هكاك ظلم زاد. نحكي على شتر، ما نقولوش اللي عامل عامل والمش عامل مش عامل. رانا بالرسمي مقموعية من الآخر. لازمنا نحرق. أي واحد لم فلوس برا حرق، ما عادش تقعد لهنا. اللي يقول لك شنعمل مشروع راهو عنده جرانة مقايلة في مخه. ما تخافش من فكرة الحرقة معناها؟ أنا عايش ميت لهنا، باش نموت في البحر ولا باش نموت لهنا؟ يعني حتى لو أنت تعرف روحك تنجم اللطف عليك تموت باش تقمر يعني؟ عارف باش تقمر؟ أنا تو في تونس عايش ميت. باش تقمر ولا؟ هذي مقمر، أنا عايش لهنا مقمر تو. مقمر بحياتي كل، مستقبلي كل مقمر به. يعني اللطف عليك أنت وصلت لحالة يأس يعني؟ يأس وغادي من اليأس. صغر سنك؟ رغم صغر سن من 10 سنين قلت لك نخمم في الحرق وتقول لي صغر سني. 10 سنين ما في مخي كان الحرق. بورت مشينا للبورت جربنا عملناهم الكل شيء ما خطفتش. وعسى ان تكره شيء وهو خير لكم. مش نحرق. نخلي لك الكلمه الاخرى. شوفوا لنا حل خويا، علاش معناها كلنا كان خمو كان في الحرقه. رانا تظلمنا بالرسمي الشباب راه تظلم تقمع، شوفوا لنا حل. الاحوام الشعبيه الكل.